بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا لمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قمر سائی غریب دا قمر دیبا کیا کچھ نے قمر سائی غریب دا قمر دیبا کیا کچھ نے قمر سائی غریب دا قمر محبوب دنیا دا قمر بوہا نصیب دا قمر محبوب سرکار قبلہ عالم سرکار قبلہ عالم تو زمان کا سخی ہے سرکار قبلہ عالم سرکار قبلہ عالم تو زمان کا سخی ہے میری خالی چھوڑ پر دو میری خالی چھوڑ پر دو تیرے کرم کیا کمی ہے لکھتے جگر موئی کے محبوب خوبلی کے لکھتے جگر موئی کے محبوب خوبلی کے بابا فریدوری کے بابا فریدوری کے گلشن کی دوری تاجدار اولیاء ہے تاجدار اولیاء ہے شاہ سلیمان کوثری تاجدار اولیاء ہے شاہ سلیمان کوثری تاجدار اولیاء ہے شاہ سلیمان کوثری تاجدار شمع بزم چشتیاں ہیں شمع بزم چشتیاں ہیں شاہ سلیمان کوثری جن کے قدموں سے ہوئی دنیا کی روشن ہر جگہ
चरागे कछिबे इरफा नीमुनवर मेरे ईमानी चरागे कछिबे इरफा नीमुनवर मेरे ईमानी हुजूरे फखरे दी फखरे जहां फखरे मुसलमानी जमाले फखर में नूरे मोहम्मद की हजाबानी अदाए देनियाजी दी है उनकी शान लाशानी फखर के दरगे मुक्ता شمسِ تھی شمسِ زمان شمسِ تھی شمسِ زمان سرکار شمس آرتی شمسِ تھی شمسِ معرفت کے مت لائے معرفت کے مت لائے انوار شمس آرتی تو آقا میں بندہ تیرا وے نیوڑ میرے تو آقا میں بندہ تیرا وے نیوڑ میرے میرے لاج نکار کمینا سفل جاگل تیرے شمس منور دل دے کر دے نور سویرا سچا پیر پٹھان سویرا کر دے نور میرا میرے ہاتھی میرا کاگل تیر سیا جملہ رسول ہادی بے ہاتھ کے گزشت دے بے فضل تو ہے تتر رسول دادا گوائی در خلق و در خلق تو ہی نہیں یار آزم
چلو یا اجمالو یا اجمالو مسلم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون والله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لا هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعا خیر برحمتک یا ارحم الراحمین